مرحبا، أنا زياد من لبنان، عم شارك ببرنامج نجوم بلا حدود على التلفزيون الآن عن فئة دوكيومنتري. سألتني منى من السعودية شو هي المهمة اللي شكلت لي تحدي لهلأ بالبرنامج. بعتبر مهمة المريخ كانت من أصعب المهمات، ما كنت عارف حالي شو لازم أعمل، بس بالآخر أنجزتها وجبت علامة بعتقد أنا كنت راضي عنها بوقتها. فما تنسوا تتابعوا فيديوهاتي على يوتيوب، كل مشاهدة حتزيد فرصة وصولي للنهائيات. زينتها فستان اسود كلاسيكي ممكن ينلبس بعده طرق. خايف انك تكون بدائره الخطر؟ ليك انا على طول ثالث فيديو بيفرق معي كثير. يعني مش حنسامحك لان احنا عرفنا انك عندك امكانيات. مبسوط بالعلاقه اللي انا عملتها مع الحكام ومع جمهور. مع صديق البرنامج. ومع صديق البرنامج. صباح الفل يا عمده. صباح الفل. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. شو الاخبار؟ تمام. عمدة، من بعد ما تعودنا عليك دائما بالمرتبة الأولى، الحلقة الماضية غيرت التراتيب وصرت بالمرتبة الثانية. مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 27 على 30 وأنت بالمرتبة الثانية كمان مثل فهد. فرقت على علامة. فرقت على علامة بالفعل. الفنانة وعد حبت كتير الفيديو، كانت عم تضحك ومثل العادة. قالت لك إنك كتير مهضوم. جدا مهضوم الفيديو. ضحكتنا، حسسنا قاعدين نحضر كوميدي شو ولا كذا، مرة حلو. انبسطت جدا من وعدك، خصوصا لانها بيكي يعني بتدقق قوي، ومش اي حاجة بتضحكها بسهولة، فضحكت، فدي حاجة عجبتني. الشيف غادة كمان حبت الفيديو وضحكت بالرغم من انك ما قدرت توصل للفكرة. الفيديو دمه خفيف جدا، فظيع يعني. انت نسيتني اصلا ان هو اعلان لحاجة يعني، يعني مش هو، انا ما اقتنعتش ان انا اشتري من عندك. انا ما اشتري، بتبيع ايه اصلا؟ كنت بس عايز اعمل حته مبالغه كده كوميديه، بحس ان انا اقول يعني كل البلاد العربيه بتتصل بالمطعم ده، شوف قد ايه جامد بقى، وفي ديليفري يعني بيوصل في كل البلاد العربيه. دي ما عرفتش، ممكن ما كنتش وصلتها قوي. اللي عجبني فيها ان هي لا، قالت لي لا انت كنت المفروض تظبطها كده وتعملها كده، بس في الاخر ادتني 10 من 10. منيح، بتكون كتير يعني حمستك. انبسطت. الاستاذ توني اشاد بموهبتك وحب الفيديو وقال عن تمثيلك انه رائع. اليوم أكدت لي أنك أنت موهبة تمثيلية عالية جداً. الحمد لله، انبسطت جداً. على فكرة أكتر حاجة حتى ما سألوني، قالوا لي العلامات وانت جايب 10 من 10 وبتاع، قلت لهم أنا على علامات تعجبني جداً، بس أراء لجنة التحكيم والكلام اللي هم قالوه في حقي ده عندي يعني أهم من أي علامات بصراحة. بالفعل، بتعتقد أنه لجنة التحكيم رح يظلوا تعليقاتهم إيجابية معك دائماً؟ والله انا حاسس ان هم بيحبوني، سواء بقى طلعت نزلت علامات قليله علامات زياده، انا مبسوط بالعلاقه اللي انا عملتها مع الحكام ومع الجمهور ومع صديق البرنامج. ومع صديق البرنامج ده اساسي يعني. حبيبي يا عمده، الله يخليك. طبعا عماد، مهمتك هي برنامج تلفزيوني كوميدي طلب منك فيديو عن التكاذب الاجتماعي. اول ما سمعت التاسك بتاعتي من دينا عزار استغربت، لاني افتكرتها بتقول التجاذب الاجتماعي، ما فهمتش ايه موضوع التجاذب ده. بعد كده فين وفين عرفت ان هي التكاذب بالكاف، فعرفت خلاص، عرفت ان هي قصدهم على النفاق الاجتماعي والكذب اللي بيحصل في المجتمع. مكاوي يا عمدة،
معلش الكونكشن فيه مشكله، معرفش من عندكم ولا من عندنا، بس يعني قلت اكلمك على الموبايل اسهل، وكان نفسي اشوفك والله، بس الظروف بقى. المهم انا كنت عايز اقول لك بقى، كنت عايز اتكلم معاك بقى في المهمه الاخرانيه. اقول لك والله يا عمده، شايف انت قصه راجل، هو قصه راجل بيصحى الصبح لحد ما بينام هو بيقول اكاذيب اجتماعيه، اللي هي ولا بتدي حد ولا بتعمل حاجه، بس هي في الاخر كذبه اجتماعيه. انت بتصحى النوم اصلا يعني مراتك او اختك او امك هي بتكذب عليك اثر اجتماعي، اللي هي بتقول لك الساعه 8:30 اصحى وهي الساعه 8، ده اول حاجه. بعد كده انت بتكذب على المدير في التليفون ان اللي انت جاي في الطريق، بس انت اصلا في السرير وحاطط جنبك لابتوب وعامل ده زماره العربيه على اللابتوب. خلاص خلاص نجرب كده، نجرب الافيهات دي لذيذه قوي، يعني لذيذ قوي، اعتقد ان هم هيعجبهم قوي، ان هم انت قلت لي بقوا يحبوا موضوع انا عارف هو تعب قوي والله يا عمتي. هم عايزيني، هم خلاص شبطوا، بص الحكام شبطوا في ان انا امثل، خلاص عجبوا عجبهم، لو في فيديو ما مثلتش فيه خلاص يقللوا لي العلامات بس عشان طبعا كونسيومر بيهيفير، انت عليت السقف ما ينفعش تيجي تنزل توطيه خالص، انت كنت بتدي الشعر عبوة الغسيل 4 كيلو معاه 1 كيلو، هو خلاص اتعود على كده، لو نزلت له ال 4 كيلو لوحده مش هيشتريه. صح صح، عندك حق تماما، يعني متفق معاك تماما في اللي انت بتقوله. لجنه الحكم بيحبوا جدا تمثيلي، وحاسس ان هم بقوا متطلبين قوي، والاول لما كنت بطلع قدام الكاميرا اعمل ستاند اب كوميدي وما اعرفش ايه والناس تضحك ده كان عاجبهم، بس هم لما لقوني بمثل عجبهم التمثيل بقوا شبطوا بقى، خلاص عماد لازم يعمل لنا ايه فيلم كل مره، وده طبعا الموضوع ده مرهق جدا. انا طبعا بشكرهم على ثقتهم الغاليه والكبيره قوي فيا، بس ده متعب جدا جدا في ظل الامكانيات المحدوده اللي عندنا. وان شاء الله بجد الفيديو هيطلع حلو، وهتقول لي المره الجايه ان شاء الله. مكاوي ومتشكرين، ما تكسلش بس، وركز في الموضوع الفيديوز الافلام زي ما هم عايزين، تعب بس هو اللي هيجي. لما بكلم مكاوي بطلع شويه من حاله المنافسه والكهرباء اللي بتحصل والتوتر، خصوصا ان بعض المتنافسين او المشتركين اللي معانا يعني ما في توتر بيني وبينهم، عشان كده انا بحب ان انا اتكلم مع حد تاني مفيش توتر بيني وبينه، ومكاوي على طول بيحب يضحك ويهزر وبتاع، يعني الدعم النفسي ده الغير مباشر بحس ان انا محتاجه كتير قوي. استاذ زياد كيفك؟ كيفك استاذنا؟ ماشي شو اخبارك؟ عم نأسس على بعض خلص يعني استاذه انت، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله ماشي. زياد باخر فيديو ما كنت كثير متوفق بحسب ما قالوا لجنه الحكم، بس سعيد لاحظت بعدني سعيد يعني. ايه اكيد كثير تاثرت يعني. اكيد يا جبال ما تهزك ريح، ما هيك؟ لا والله ما قصت هيك، بس انا كنت عم بلعب بالسيف سايد، ما كان بدي ارجع اعمل نفس الاخطاء اللي عملتها قبل. فهمت عليك. الاستاذ توني كان عنده اكثر من ملاحظه وما كثير حب الفيديو، شو تعليقك على كلامه؟ كثير عماد ما خدمك بهذا الفيلم، بالعكس اعطى طابع يعني القدرة التمثيلية الكبيرة اللي قدمها هو بأفلامه ما كانت واضحة هون، عطاك تقالي يعني كان مزعج. أكيد بقدر ملاحظاته وأكيد كانوا بمطرح هون، أنا مش قصة ماني راضي كتير على الفيديو، أنا برجع بقولها أنا هذا فيديو هالقد كان بدي أعطي فيه، ما كان بدي أعطي أكتر من هيك، بس تمثيل عماد أنا مقتنع فيه 100%، عماد عطاني يعني الماكسيموم اللي فيه عمله وهلكته يعني قد ما عدنا كذا مرة، بس يمكن انا يمكن لو بس دخلت قبله شوي كان ممكن يتعاطفوا مع الفيديو اكثر، بس هو لانه كان موتهم ضحك، وانا برجع بقول هو كوميدي كثير شاطر، بالذات الوقت فيه مثل ادوار جديه كثير كمان. الفنانه وعد ما كثير حبت الفيديو وعلقت على تصوير الاكل، شو رايك بكلامه؟ للفيديو انا اللي ما حبيت فيه شغله مره مهمه، بالعكس شهيتنا في الاكل الجونك فود، يعني ما اعطيتنا اياه بصوره بشعه. ليك بس اقول لك، الجونك فود لما بيصوروه هن بيصوروه اصلا باحلى صوره لإله، وانا كنت عامل الموضوع يعني بيور واقعي، يعني انا ليه لحتى فرجيه انه هو شيء مقرف وشيء بشع، لا انا فرجيت انسان طبيعي عنده كرش بسبب الجونك فود، عم ياكل الاكل اللي هو اصلا بحب يشتريه بسبب الاعلانات اللي كثير حلوه على التلفزيون، يعني انا ما كان بدي اعمل هيدي، لما عملتها من قبل انزعجوا، طب لو فرجيتهم انه هو شيء مقرف وشيء هيك، انا اللي عملته كتير مظبوط وكتير بمطرحه، انا عارف منيح 100% شو عملت،
اوكي شوي ممل الفيديو بس هيك لازم كان ينعمل. الشيف غادة لقيت انه الفيديو اخذنا لمكان بعيد عن الهدف. يعني انا عندي مشكله دلوقتي، انا كنت خارجه من هنا رايحه مشوار معين، انت بسبب الفيديو بتاعك هتخليني اروح مشوار تاني والغي المشوار الاولاني لان عندي مع الطياره. فين هروح تفتكر؟ تاكلي جنك فود. رايحه اكل برجر. شفت؟ لان منظر ساندوتش البرجر اللي انت مطلعه شهي، يعني بيشهي. هلا يمكن الحكام ما حبوا بس بعتقد بعدين على السوشيال ميديا الفيديو حيعمل ردة فعل حلوة ان شاء الله. خايف انك تكون بدائرة الخطر؟ ليك انا على طول ثالث فيديو بيفرق معي كثير، فان شاء الله ارجع علي العلامة هالمرة وارجع للمرتبة الثانية او الثالثة. وانا بتمنى لك كل التوفيق وترجع عن جد لهالمرتبة اللي انت مستحقها. لازم. بفئة وثائقي زياد، مهمتك هي بإطار الترويج لسلسلة DVDs عن القرن الماضي، مطلوب منك فيديو تحكي فيه عن أهم 5 اختراعات بالقرن العشرين. أول ما سمعت التاسك حبيتها، تأملت فيها إن شاء الله حقدر أعلي العلامة مرة تانية وحعمل فيديو أحلى من اللي قبل، ومثل اللي متعودين عليه اللجنة يعني ما بدي حسسوا إنه أنا عم بنزل مش عم بعلى يعني. بونجور. بونجور زياد. كيفك ساندرا؟ تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو طمني؟ زمطنا بس ما زمطنا كتير يعني. ليه؟ ما حبوا كتير الفيديو، كان معي علامات منيحة قبل، إن شاء الله هذا الفيديو بنرجع بنظبطها أكتر يعني. المهم معنوياتك أنت منيح. لا ماشي الحال أكيد. كتير منيح خلص. هلا السبجكت تبع هذا الأسبوع بتخيل أنت بتحبها أكتر. هلا أنا نقيت كذا شغلة اللي ممكن أقدر أجيبهم نصورهم. كتير منيح. السكايب كان حلو هالمرة، كنت شوي عامل ريسيرش أكتر كمان، أنا ما جيت عند ساندرا قلت لما نعمل شيء مثل العادة يعني. حبت كتير انه في نفس النقط كنا عم نحكي فيها، وحكينا شوي بطريقة التصوير كيف ممكن غير شو ممكن استعمل قصص، لانه مش كل الاختراعات ممكن احصل عليها، في اختراعات ما فيني احصل عليها، فعملت بين صحة وبين اختراعات تواصل وبين اشياء نووية يعني. قلي بالاول شو الاشياء اللي نقيتها، خلينا نحكي فيها. هلا نقيت تلفزيون، انترنت، كمبيوتر، طاقة نووية والطائرة. هلا انا كنت حابب انا اجيبهم يعني انا اجيبهم صورهم يعني، فمش كلهم بعتقد حقدر اجيبهم صورهم. حاول تفوت بالفيجوال افكتس. هن انتقدوني اني ما استعملت جرافيكس تبع الوجبات السريعه، قالوا لي كان عبالنا نشوف كيف بفوتوا على قلب الجسم وكيف الشرايين يعني. وهذا غلط كبير يعني. نقاط القوه انه حيكون نصه جرافيك ونصه تصوير، فحيرجعوا يحبوا لانه اللجنه بيحبوا الجرافيكس كيف بستعملهم انا دائما يعني، فحيكون بين انه فين وبين انه وثائقي وشوي على فيديو كليب يعني، هيك خلطهم خلطه مع بعض يعني. كمان دخل جرافيكس. اوكي. دخل الكتابه على السكرين بالتواريخ. اوكي. وبالاسماء. اوكي ام دان. كثير منيح. ثانك يو، ميرسي لك. ان شاء الله اليوم بالليل حصور وبنخبرك شو صارت النتيجه، ان شاء الله ولعها هالمره لانه لازم نجيب بقى هالعشره، كثير ناطرها يعني. يلا يو ويل. ثانك يو، ميرسي. ميرسي كثير لك. ثانك يو، باي. فيديوهات المشتركين ببرنامج نجوم بلا حدود بتلاقوها كلها على القناة الرسمية لتلفزيون الآن على يوتيوب. بإمكانكم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معها والترويج إلى في حال أعجبتكم أو لفتت نظركم. خلال فترة عرض البرنامج، فيديو المشترك يلي بينال أكبر عدد من المشاهدات على القناة الرسمية لتلفزيون الآن على يوتيوب بيتنافس صاحبه بالحلقة النصف النهائي مع المشترك الفائز بحسب اختيار الحكام بالبرنامج، ورابح التحدي الأخير بحسب اختيار الجمهور بيفوز بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج نجوم بلا حدود بلقب نجم الآن. كل سيدة بخزينتها فستان أسود كلاسيكي ممكن ينلبس بعدة طرق، السوشيال ميديا بتأثر كتير على حياة الإنسان وقديه بتفرجي من حياته كتير مهم، لأنه خلقت تفاعل مع الآخرين كتير حلو. وصحيح أنه يوتيوب من أهم المنصات عالمياً يعني، وأكتر شيء عنا بالمنطقة العربية نحن نستهلك مضمون فيديوهات.
اللايف ستايل صار كل شيء له علاقه بحياتنا اليوميه، يعني كيف بنتصرف مع الاخرين، كيف الاخرين بيتصرفوا معنا، كيف بنقرا الاشارات بالحياه اللي بتحيطنا، له علاقه بالمطاعم اللي بناكل فيها، له علاقه بالمعلومات العامه والثقافيه اللي حوالينا. على مواقعي انا للسوشيال ميديا اللي بحطه اكيد كثير مرات بيعكس شيء عم مر فيه، بيعكس شيء بحياتي اليوميه، واكيد الواحد بده نوعا ما حسب شخصيته بده يحافظ على خصوصيته. بالرغم من كون فيسبوك وواتساب من وسائل التواصل الاجتماعي المهمه، عند انتهاء الحب من المستحسن الابتعاد عن مراقبه الحبيب من خلال هالوسائل، لانها بتعزز التعلق وما بتساعدنا نطوي الصفحه. انا وقتها بفكر بانستغرام بفكر اكثر بالمواضيع اللي الواحد بتهمه، فوقتها بتابع شخص او بتابع شخص تاني بيكون لانه بهمه الشخص، بهمه طريقه حياته، بهمه شو لابس، بهمه وين راح، شو شاف، شو اكل. بده يتعود الواحد انه الفكره لازم توصل بدقيقه، وهذا عصر السرعه والمضمون، لازم يكون قصير ويخبرك الخبرية من أولها لآخرها، وتحس حالك أنك أنت حضرت فيديو، خدت المعلومة كاملة، ما في شي ناقص. إذا لبسنا جاكيت جينز مع فستان أسود كلاسيكي وكعب واطي، أصبح الزي غير رسمي وبيصلح للحياة اليومية. إذا حبيت تخلي فستانك الأسود رسمي أكثر شوي، ممكن إضافة بليزر سوداء وكعب عالي وتغير كلياً المظهر. بعتقد كل إنسان هو إنفلونسر، إذا هو بده ولا ما بده يكون، بكل واحد إنفلونسر بمكانه، وأكيد إذا عنده شهرة فبيكون تأثيره أكبر. التلفزيون الآن عم بيعطي للسوشيال ميديا تالنتس فرصة ذهبية من خلال نجوم بلا حدود، يعني مش بس إنه عم بتهيئهم وعم تكشف عن مواهبهم، إنما عم تعطيهم الطاقات وعم تعطيهم الأدوات لحتى يمارسوا هالمهنة بالحياة. مش بس اللي بيربح هالمسابقة، إنما كل اللي اشتركوا ونيالهم إنه رح يكونوا بهالبرنامج، ونيالي أنا كمان إنه رح يكون بشركتكم بهالبرنامج. امبارح اتفرجنا على فيديو كان مهم جدا بالنسبه لي، لان هو عرفني ايه المطلوب مني في اللايف ستايل بالظبط. الناس اغلبها بتفكر ان اللايف ستايل بس عباره عن فاشن ولبس وحاجات من كده، لكن هو خاص بكل حاجه موجوده. وانا كنت عايزه اعرف يعني ايه ممكن يكون الاطار العام بتاعي، واعتقد ان الفيديو امبارح ساعدني جدا في ده. اللي بديها النصيحة، بدي النصيحة لدينا والنسرين الاثنين مع بعض. نسرين، انه نسرين كتير عندك فرصة انك انت تلحقي نفسك، واحنا قلنا لك تقدري تعملي ايه، وهو ان انت تهتمي بس بالطبق النهائي، لان احنا شايفين فيديو مش بنقرأ بورقة وقلم، فالفيديو هو ده اللي بيفرق الفيديو عن الورقة والقلم، فاهتمي بالشكل النهائي. دينا، مفيش حاجة هتسامحك، أو يعني مش هنسامحك، لأن احنا عرفنا انك عندك إمكانيات وشفناها فيديوهات فاتت، فالفيديوهات اللي جاية لو ما كانتش بنفس المستوى هيبقى يا إمك أنت مستهانة، ودي حاجة احنا مش هنقبلها أبدا، فلازم تورينا الفيديوهات اللي شفناها قبل كده من عندك، لأن عندك القدرة.